اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. مع اسرار الحياه بنتعلم وبنستفيد سر من اسرار الدفء الموجود معانا. والنهارده هنتكلم عن الشغل الاكسسوارات الهاند ميد. ولما بتكلم عن الاكسسوارات الهاند ميد هتكلم عن تعب ومجهود وحب. طبعا تعب، لان مش اي حد هيعمل اكسسوارات الهاند ميد، مش اي حد هينظم وينسق الالوان بطريقه كويسه جدا. وكمان اي حاجه بتخرج تحت ايد صاحبه الشغل بتكون فيها حب، ما فيش حب ما فيش شغل هاند ميد. طبعا انا مش هقدر اخش في الموضوع واتكلم عليه بطريقه غير مع الاستاذه بتاعتنا، استاذه مديحه علي احمد، مصممه الاكسسوارات وصاحبه بيج وارشد وبراند وبيج تيما اكسسوارز. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا حضرتك، نورتينا. اهلا بيك والله. في البدايه طبعا عايزين نتعرف على حضرتك وشغلك. مديحه علي، انا اصلا كنت تربيه رياض اطفال، مدرسه رياض اطفال. بس حبيت الموضوع ده جدا. تمام. فاحنا اشتركت انا وولادي في ان احنا نعمل المنتجات اكسسوارات اطفالي وحريمي ورجالي. وفي الاخر قلنا نسميها، اديناها براند تيما. تيما نسبه الى ان البيت كله بيشتغل في الموضوع ده، فاحنا تيم ورك كده، تيم ورك مع بعض. طيب جات لك الفكره ازاي ان انت تشتغلي في مجال الاكسسوارات؟ هي صراحة بدأت معايا بالصدفة البحتة، يعني أنا كنت حابة إن أنا أعمل حاجات لولادي وأجيبهم أجيب لهم خرز هم يشتغلوا حاجات لنفسهم. تمام. هم بيحبوا الحاجات الشغل اللي بإيديهم قوي. ورسم وكده. فجبت لهم حبة خرز وقعدوا يشتغلوا فيه، طلعوا منتجات هايلة. معقول؟ طلعوا منتجات هايلة. فلقيت نفسي أنا كمان حابة إن أنا أشتغل معاهم، فبقينا نشترك في أعمال جماعية مع بعض وناخد آراء بعض. حلو جدا، يعني كمان بتستفادوا من الوقت ان انتوا بتتخرجوا حاجه يعني تحفه فنيه. انا كان اساسا اصلا كنت عايزه اعلمهم ان هم يصبروا ان هم ينتجوا حاجه. تمام. فلقيتهم فعلا ان هم عندهم استعداد، ولما اشتركت معاهم انا كمان حبيت الموضوع جدا. حبيت المجال ده اصلا، من مجال رياضه اطفال اللي شغل اكسسواراته هاند ميد بالشياكه والجمال ده. لا، حبيته عشقته، يعني انا حسيت ان انا مش قادره اقعد يوم مثلا من غير ما اشتغل حاجه. فلقيت نفسي عماله اجيب خامات 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 واشتغل بس. مفيش غرض تاني غير ان انا بس يعني اشحن طاقه ايجابيه بان انا اشتغل في الخامات. تمام. في الخامات دي. طيب مين اول حد عجبه شغلك وطلب منك ان انت تستمري، وكانت اول حاجه عملتيها ايه؟ بصراحه اول حاجه عملتها كان عقد ست دوار. ست دوار؟ عقد ست دوار. واول حاجه تعمليها؟ الخامات قدامي ابهرتني، فخلتني حابه اركب الوان جميله على بعض. فصراحة لما أنتجنا كتير وكنت أصلا بنزل أشتري خامات كتير وأشتغل أنا ولادي، فزوجي فرح بالحاجة جدا، فقال لي طب ما الحاجة تحفة، يعني إيه المشكلة؟ طب ما تيجوا بقى فكرة إن إحنا نسوقها. فبدأنا بقى إن إحنا نسوقها أونلاين على المواقع البيع أونلاين. تمام. أونلاين. إحنا دخلنا على البيج بتاعك، العداد والكنترول لما دخل على البيج بتاعك. صراحه في بيجات كتيره بتعمل اكسسوارات هاند ميد، بس صراحه يعني في من اول طلع البيج بتاعك قالوا لا احنا لازم نجيب استاذه مديحه تعمل معانا فقره. كميه الريفيوهات اللي موجوده وكميه الشكر، ما كناش متوقعين ان صاحبه البيج دوت يعني بالسن الصغير. ربنا يخليكي. فالحاجات جميله وكويسه، وكل حضرتك انت تشجعي برضو ولادك ده شيء كويس جدا. طبعا، يعني انا كنت حباهم ان هم يتعلموا حاجه، وفي نفس الوقت لقيتهم هم كمان بيعلموني معاهم حاجه. بس انت درستي المجال ولا كان هوايه؟ لا، هي كانت هوايه. هي انا حبيت تركيبه الالوان، وانا كنت بعلمهم الرسم من صورهم، فلما دخلنا كمان في الالوان والاحجار والخرز والكلام ده كله، فبدانا نبدع بحاجات جميله فعلا. فزوجي قال لي لا، الحاجات تحفه، لا احنا نسوق، والناس شكرت فيها. يعني احنا لما بنيجي بنشتغل حاجه، احنا ما بنشتغلهاش عشان بيع، احنا بنشتغلها عشان هي عجبانا كده، تصميمها عجبنا كده. فخلاص، ما دام عجبتنا يبقى اكيد هتعجب ناس تانية. اكيد. وبدانا نشتغل كل المنتجات بتاعتنا على هذا المنهج، يعني ان احنا نعمل حاجه احنا حبينا، تركيبه الوان احنا بنفكر فيها عجبانا، وندخلها بقى في تصميم احنا برضو نعمله. انتوا اللي بتشوفوا التصميم وبتعملوه؟ بنصمم وبننفذ. فالحمد لله، الحمد لله، لما بدا الموضوع ده بدانا قلنا الخطوه اللي بعد كده، خدنا براند تيما وعملناها وسوقناها والكلام ده كله. حسيت الموضوع يعني، بس الموضوع مش سهل. لا، مش يعني سهل خالص. اللي انت تجيبي مجموعه اكياس وحضرتك تنسقي الالوان، هم الناس بيفتكروا ان هو سهل. لا 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 لا، لكن مفيش شغلانه سهله. السهل اللي فيها ان انت حباها طبعا، مش السهل فيها انك تركبيها. لا،
السهل فيها انك حباها، لو حباها هتركبي وهتنتجي حاجات من خيالك انت ومن ابداعك انت ومن الوانك انت، دي هتبقى مختلفه تماما طبعا. مهما حصل هتبقى مختلفه تماما عن اي حد تاني. انا عايزه اقول لك ان اي قطعه من اللي حضرتك عاملاهم دول خارجه من تحت ايدك بحب، يعني معتبراها يعني بقت جزء مني. فعلا. مش مجرد عقد او حلق او كده، لا لا لا، انت صممتي ونسقتي الالوان، فعقبال ما بتخرجي جزء من شغل حضرتك بتخرجيه بجد عن حب. لا فعلا، ما بخرجش منتج عشان بس ان انا ابيعه، لا يعني بنتجه ان انا اكون حباه اولا. اكيد لو حبيته خلاص هتخيل اي حد ممكن يلبسه، هتخيل اللون اللي يليق عليه في اللبس، الكلام ده كله، فخلاص كنت ببقى مطمنه ان انتاجي خلاص كده تمام. طيب احنا مثلا لو شفنا مثلا اي عقد من اللي قاعد هنا بياخد منك وقت قد ايه؟ هو بصي اكتر وقت بتاخديه في المنتج تصميمه. التصميم اولا بياخد وقت مني، ان انا اقعد افكر فيه. الخامه هي عجباني اوكي، عملت الخلطه تمام، بس ان انا الخلطه دي ادخلها في انهي تصميم، وخصوصا طبعا ان انا هصممه كمان فهاخد وقت فيه، فصراحه ممكن ياخد مني وقت. لكن بعد كده لما بركبه خلاص انا بركبه في دماغي الاول وبعد كده اشتغل على طول. اما الشغل على طول ممكن ما ياخدش مني وقت، لكن افكر فيه في دماغي. التصميم يبقى اهم حاجه. التصميم انا هبدا منين وهقفل ازاي وهعمل ازاي، بتتخيلي شكل العقد قبل ما بتعمليه. يا الا الاول تعجبك الوان وبعد كده تحددي التصميم اللي انت عايزاه، يا الا بتصممي الموديل وبعد كده تقولي انهي من الاحجار والخرز اللي عليه. ايوه فهو ده اللي بياخد وقت. ده اللي بياخد بس وقت. صراحه بيبقى ممتع ان انت في الاخر بتنتجي منتج بتلاقي عليه اعجاب من الناس. بس يعني عايزه اقول لحضرتك ان برضو حضرتك ام ومعاكي اولاد، ازاي بقى بتجيبي وقت ان حضرتك تشتغل المجال ده وكمان يعني الولاد بيبقوا معاكي، مخصصه وقت معين؟ هو مخصصه وقت، بس صراحه ده واخد وقت كبير جدا. بس هي الفكره ان يعني الضغوط الحياه بتخلينا، لا احنا بنجري ورا ضغوط الحياه بس. لا انا حبيت افصل نفسي منها شويه واحس اعمل حاجه انا حباها هتريحني نفسيا. الحاجه اللي انا عملتها مريحاني نفسيا دي بتخليني اواصل ضغوط الحياه تاني. اكيد. لكن لازما الواحد يفصل، لكن هيفضل مش واخدها كشغل ومصدر مثلا مصدر رزق ويلا بقى اعمل اي حاجه، لا انت واخداها هوايه، حب حاجه تانية خالص. انا قاعده متضايقه زهقانه، لا انا امسك حبه خرز واقعد اشكل وافكر، بنسى اي حاجه تانية مجرد ان انا اقعد. جميل طبعا. اصمم بس. جميل. فبتنسيني اي حاجه تانية خالص، يعني انتج حاجه احس بقى ان انا ارتحت، هديت، بتديني طاقه ايجابيه بقى اكمل مع اولادي، سواء مذاكره سواء بيت سواء شغل تاني. ده حلو قوي جدا الموضوع ده. بتشحنني طاقه نفسية. ان انا اقدر ادي طاقه لغيري بقى يعني. لكن الواحد مع ضغوط الحياه خلاص بيفصل شحن صراحه. اكيد طبعا بيفصل شحن، عايز يخرج الطاقه ديت في حاجه حلوه بيحبها عشان يواصل. واولادي كمان يعني الاول كان هم بيبقوا عصبيين جدا، خناقات مع بعض على طول، اول ما بدات الموضوع الصبر بقوا هدوء نفسي وراحة. لا ده بيفصلوا بقى، بدل ما يعملوا أي حاجة لا ده يقعدوا ينتجوا حاجة هم يفرحوا بيها، فرحانين بيها، هيتلبسها على طقم جديد. بقوا زمايلهم في المدرسة لما يشوفوهم لابسين حاجات مختلفة بسيطة ولطيفة، جميلة طبعا، ممكن تعملوا لنا. هي بدأت كده، هي بدأت التسويق بدأ كده. فقلت لهم خلاص مفيش مشكلة. وأولاد بأجر رمزي جدا اللي ما كانتش هدايا، عشان بس يعني ايه تبقى كلهم بيفرحوا يعني هدفكم انكم تفرحوا زمايلكم. ايوه بس بتبقى حاجة بسيطة برضو، بيفرحوا مجهودهم وتعبهم. أيوة بالظبط، بس بقول لهم حاجة رمزية عشان تحسوا ان انتوا اشتغلتوا، ان ده انتاجكم انتوا وليه مقابل. طبعا طبعا. ففرقت معاهم جدا، فرقت معاهم جدا. اكيد. برضو استاذة مديحة انا عايزة برضو اكلم حضرتك في نقطة، ان اهم حاجة في الشغل المصداقية. المصداقيه بتبقى اهم حاجه، اهم من الناحيه الماديه في كل حاجه. طبعا حضرتك من الناس اللي بتصدق جدا مع العميل وفي كل في الخامات والماتيريال. عايز اعرف برضو الاكسسوارات بتاعت حضرتك هل بتناسب في منها بنات وفي منها شباب وفي منها مثلا سيدات؟ طبعا عرفينا بقى إيه؟ يعني احنا عندنا اولادي سلمى وساره، واحده ماسكه خط الانتاج البناتي للاطفال صغيرين، واحده ماسكه خط الانتاج البنات اللي هو سن اعدادي وثانوي بقى وكده، وانا ماسكه الانتاج الحريمي. استاذنك بس في مداخله. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذه فاطمه. السلام
اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، صباح الورد عليك يا فندم، نورت اسرار الحياه. انا مبسوطه جدا بالحقيقه بالبرنامج ده، ويعني سعيده ان انا اعمل ميرسي مداخله مع مدام ميرسي نصيحه. ميرسي 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 جدا يا فندم. كلمينا بقى عن براند تيما. يعني انا لو هتكلم عن البراند ده، الحقيقه اول معرفتي بالبراند ومدام مديحه كانت يوم عيد الام. بناتي طبعا حبوا ان هم يعملوا لي مفاجاه ويجيبوا لي سربرايز، فروحنا اوبن داي، كان تشرفنا ان لقينا فيه يعني مدام مديحه بتعرض اكسسوارات وشغل هاند ميد جميل جدا. تمام. وانا الحقيقه من عشاق الهاند ميد. فيعني بالصدفه شفنا حاجات جميله جدا، جينا تاني بقى ولقينا شغل اجمل واجمل المره اللي بعدها. فالبنات الحقيقه عملوا لي مفاجاه حلوه وجابوا لي من عندها شغل حلو. انا بصراحه من النوع اللي لما بشوف الحاجات دي في اي مكان بتشدني، عند مدام مديحه شفت الشغل مختلف جدا، والحقيقه شغل متميز، هي وبناتها ما شاء الله بيعملوا شغل جميل. فيعني سعدت جدا بان انا يكون ليا الحظ ان انا يعني البس حاجات من صنع ايديهم الجميله. اسلامي، بحييها بحييها جدا على شغلها، وبتمنى لها كل التوفيق والاستمرار ان شاء الله. طبعا طبعا، اشكرك استاذه فاطمه، اشكرك، تحياتي لحضرتك، مع الف سلامه. حب الناس ده رزق. اه طبعا. لما استاذه فاطمه طبعاً تشوفك دلوقتي ولازم تتكلم أنا في حقك. اول ما شفت مدام فاطمه اصلا في المعرض لما جات لي وحسيتني ان هي فرحانه، ده كان بالنسبه لي تاني معرض اعمله يعني. فلما حسيتني ان هي قد ايه فرحانه بالحاجه وحسها ان هي جميله وحباها قد ايه، انا قلت لها انت بالنسبه لي رزق ان انا الاقي حد معجب بشغلي للدرجه دي. فخدت حاجات كتيره جدا وبقت فرحانه بيها جدا، وانا فرحتي بيها كانت لا تقدر. اكيد طبعا، ان هي حبت الشغل المختلف اللي انا حابه ان انا اكمله. مش الشغل اللي هو العادي اللي هو متوفر في كل الاسواق. انا كنت حابه انتج يعني خط انتاج حاجات مختلفه، تميزك، حاجات مختلفه. دي انا اللي انا حباها، مش حابه ان انا اكون مختلفه بس، لا دي كمان اللي انا حباها ان انا اشتغلها. تمام. ببقى مستمتعه اكتر بشغلي فيها. أكيد. فدي صراحة مدام فاطمة ربنا يبارك لها، الدكتورة فاطمة صراحة فرحتني جميلة جدا جميلة جدا، وهي جدا صراحة يعني بتشكر في حاجة حضرتك جدا و... جدا. شكرا ليكي. أكيد شكرا أكيد. طبعا إحنا عندنا لا يعد عن 100,000 بيدج بيعمل اكسسوارات هاند ميد. تمام. وفي بيدجات للأسف بقى يعني دمرت الشغل الأونلاين، اللي بيظهر على الأونلاين مش هو اللي بيوصل للعميل، ودي كارثة. يعني طبعا الحاجه بتظهر بشكلها جميل جدا طبعا على السوشيال ميديا طبعا، واطلبها واول ما بتوصل ليا افتح حاجة العلبه تانية، حاجه تانيه خالص، ولا الفينيش ولا الماتيريال ولا الشكل. طبعا احنا عايزين ايه اللي يضمن للعميل من تيما ان اللي بيتعرض على السوشيال ميديا هو اللي بيوصل له؟ لا، احنا اللي بيعرض على السوشيال ميديا والصور بتاعتنا صور من الواقع. احنا بنروح المعارض مش عشان بس ابيع، عشان الناس تعرفنا بالماتريال بتاعتنا بالشغل. شوفي الخامه والحاجه قدامك، وقت ما تحتاجينا في اي وقت اتصلي بينا على الصفحه واطلبيها. انت كده شفتي الخامه والماتريال. تمام. لكن الصور اللي حضرتك بتقولي عليها دي بتبقى صور اصلا ممكن تكون من بره اصلا، مش صور واقع. وهم بيشتغلوها كده شغل تاني. التقليد بتبقى حاجه تانيه بقى خالص، فبتبقى ماتريال طبعا اكيد مختلف اكيد. لكن احنا هي الماتريال اللي بشتغلها، فهي الواقع زي الصورة بالظبط. اكيد. وكمية الريفيوهات يعني بتحكي عننا، يعني كمية الريفيوهات اللي موجودة على البيج بتحكي ان فعلا بجد يا جماعة ان تيما حاجتها مختلفة جدا عن اي بيج احنا دخلنا عليه. طبعا احنا الحمد لله احنا الكنترول والاعداد بيبقى ليه نظرة في اي بيج، بس فعلا بجد يعني اشكرها على المنتجات بتاعتها الجميلة. شكراً. شكراً. والفينش بتاعها وكل حاجة. في برضو ناس لما عرفت اللي احنا معانا تشيمة، طبعا بسم الله ما شاء الله مشهورة حضرتك، طلبوا مننا قالوا لنا احنا برضو عايزين الأستاذة مديحة تعرفنا لكل لبس ليه الاكسسوارات بتاعته ازاي بقى. هي مثلا لبس الأحجار ده بيليق على كل حاجة تقريبا. تمام. الكاجوال والسواري والكلام ده كله لما بيدخل فيه الأحجار بتديله طابع تاني خالص. وفي نفس الوقت هي الفكره في ايه؟ الشغل والنهار لا البسي زي ما انت عايزه، بس ابعدي عن الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها اوفر كده. فيها لمعه. لكن السواريهات بقى والكوليهات والحاجات دي ممكن تركزي انها تكون فيها لمعه لو حاجه هتلبسيها على حاجه سهله مثلا. احنا طبعا قدامنا مجموعه من الاكسسوارات بتاعت استاذه مديحه، عايزاكي بقى تكلمينا على الاكسسوارات اللي موجوده ديت، يعني الحلقان ده بيتكون من ايه، والعقد والدلايات؟ دي حلقان بسيطه جدا، في منها بالاحجار زي الحجر النجومي،
تمام. وفي منها بالخرز الكريستالات العاديه وهنا الاحجار زي الحجر العقيق اكيد ودي كريستالات برضو عاديه. فدي برضو شغلي وشغل ولادي وشغل الكورس بتاعنا. الحلقان جميلة. وده مكون برضو من كريستالات وكسر الحجر، كسر تمام. الحجر الطبيعي مع العقيق والكريستال وخرز التفسيرة. فبيدي شكل حلو جدا في اللبس. حلو أوي أوي. وخصوصا لما تبقى كمان على حاجة ساتة. ده مثلا ده روعة. ده عقد من الأماتيست. خرز الأماتيست دي أحجار بقى، مش خرز عادي، دي أحجار. حجر الأماتيست مع النحاس. فبرضه بيديله طابع تاني خالص. بصي كل حجر بيعبر عن نفسه، يعني بتحسيه ان هو مختلف تماما عن غيره، خصوصا كمان في اللبس. وطبعا دي أذواق بقى على حسب بتختلف الألوان، على حسب اللون واللبس او الطقم اللي انا برضه هنسقه كده. في حضرتك انت حاطه هنا كذا لون، يعني يمشي برضه مع الاخضر ومع البيجات والكافيهات. تداخل الالوان ده بيخليكي انت وانت بتشتري القطعه، ممكن القطعه دي لما بتحبيها، وخصوصا انه بيكون عقيق، اللي بيشتري قطع عقيق ما بيعرفش يتنازل عنها. والله ما بيعرفش يتنازل عنها. فانت بتبقي حابه انك تلبسيها على كذا حاجه. تمام. فالتداخل الالوان دي بتفرق معاكي بقى، اي حاجه جميلة. هتلبسيها هتعمل. وكمان انا عامله الفكره، يعني فكره ان انت ممكن تلبسيه دورين على كذا طقم. لا تلبسيه دورين او دور واحد. السلاسل تتقلب الناحيه الثانيه وهو نفسه يبقى دورين من العقيق. حلو جدا. فتبقى ليها كذا فكره لللبس. طيب انا شايفاهم بقى باللمعه والرونق بتاعهم. هل بقى اللمعه دي بتزول بمرور الوقت؟ لا 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 خالص. معلش معايا بس مداخله. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، نورتينا. انا بس عايزه اصبح على مدام مديحه. تسلمي تسلمي. صباح النور. صباح النور. الو ايوه مع حضرتك. ايوه حضرتك استاذه مديحه، اتفضلي. صباح النور حبيبتي. صباح النور، ازيك يا مديحه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. انا بس عايزه اقول ان مدام مديحه ست محترمه جدا جدا جدا، وشغلها شغل عالي ما شاء الله. انا شفتها، اتعاملت معاها واتعلمت منها كتير ما شاء الله في الكورس الاكسسوارات. انا كنت باخد معاها كورس اكسسوري وعلمتني بصراحه، واستفدت منها جدا جدا جدا. وكمان هي ما شاء الله عليها شغلها باين، يعني جودة عالية جدا جدا وفينش عالي. شكرا ليكي جدا حبيبتي. شكرا ليكي جدا. اكيد اكيد اكيد، دي شهادة طبعا تعتز بيها استاذة مديحة، شهادة حضرتك. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. لا لا، دي شهادة هي تستحقها بصراحة، وكلمة حق كنت لازم اقولها. تسلمي 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 تسلمي. الحاجات كويسه والماتيريال والفينش كويس صراحه. الماتيريال والفينش وحتى طريقه التعليم، يعني عارفه حضرتك السهل الممتنع، يعني هي كانت بتوصل لنا المعلومه بمنتهى البساطه. الحمد لله. الفينش اهم حاجه، الفينش، الماتيريال اللي بتشتغل بيها ماتيريال جوده عاليه جدا جدا. الذوق نفسه ذوق عالي ما شاء الله. يعني حاجات بسيطة وفي نفس الوقت الذوق بتاعها عالي جدا جدا بصراحة. هو براند تيما كل منتجاته في منتهى الروعة. طبعا طبعا طبعا، احنا تحياتنا طبعا لبراند تيما والاستاذه مديحه. تسلمي. شكرا طبعا. شكرا يا سوسو. حضرتك لما تعلمي حد، يعني سبحان الله التعليم ده مش سهل، وان انت كمان طبعا بتفتحي لهم باب رزق تاني، بس بطريقه جميله وسهله وبتحببيهم في الشيء. يعني مش في ناس وبنسوق ما شاء الله والحمد لله. فهي كمان الطريقه اللي علمتنا بيها بصراحه حببتنا في الموضوع جدا جدا. تمام تمام، اشكرك يا حبيبتي. انا احب اشكرها على الهواء، واحب اقول لها ربنا يوفقك ودايما من نجاح لنجاح يا رب. شكرا. اللهم امين يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. اللهم امين. اشكرك يا حبيبتي. مش عارفة المداخلات كتيرة والناس كلها عايزة تتشقلي صراحة. لما قلت لهم لقيتهم مش متأخرين خالص، وقالوا لي لا ده احنا يعني فرحانين بيكي جدا. فيعني دي حاجة فرحتني، ودي شهادة حق ان هم بيقولوها، يعني فرحتني ان هم بيشكروا حضرتك. كلامهم الجميل الجميل ده، يعني صراحة الكلام طالع من القلب. وحضرتك كمان باين على حضرتك ان برضو الهدوء في شغلك، الثبات، بتوصلي المعلومة كويسة. الواحد لما بيكون حابب خلاص، ما انت حابة فانت اللي هتوصليها ازاي؟ هتوصليها صعبه ازاي؟ لا، انت حاجه انت حباها فتبقى بالنسبه لك سهله، فهتبقي سهله انك تاديها اكيد.
فهي صراحه جت اصلا صدفه كمان ان احنا بندرب اكسسوارز دي جت بالصدفه البحته. يعني انا كنت فاكراها انها خطوه لسه بدري عليها. بس صراحه يعني بالصدفه البحته ان لا طبعا ان انا رحت اقدم لولادي في مكان بيعلم رسم اسمه خان قميس. فصراحه لقيت اتعرفنا على المكان والكلام ده كله ارتحنا له جدا. فشاف المنتجات بتاعتنا. كنا لسه خارجين من المعرض فشاف المنتجات بتاعتنا مستر عليس. تمام. فقال لي ايه المنتجات الهايله دي؟ مش معقوله انتوا بجد اللي عاملينها؟ ما كانش مصدق في الاول. لا جاهزه؟ لا احنا اللي عاملينها احنا والاسره كلنا. قال لي لا انتوا لازم تيجوا تدربوا معانا اكسسوارز. سبحان الله. طب انا لسه مش عارفه مستعده. لا انت هتيجي وهتقدري وتعالي وهتقدري معايا. مصر اصرار رهيب. طب انا لا يعني ما كنتش فاكره ان الخطوه دي هتيجي دلوقتي. لا انت هتقدري. سبحان الله. بس. لان هو شايف حاجه كويسه. كان عنده رؤيه مختلفه تماما. وشايف ان ده الوقت المناسب. مع ان يعني انا كنت لسه فاكره ان الموضوع ده لسه بعيد شويه. وفعلا بدات. وقال لي لو جالك واحد ابتدي. يعني صراحه دعمني جدا. دعمني جدا في الدعايه. والاعلان وال مستر امين صراحه اشكره جدا لانه طبعاً. وقف جنبي في الموضوع ده. احنا كمان يعني بجد بجد شركاء نجاح. طيب. بجد حضرتك بتشتغل في كل المحافظات مش في محافظه واحده. ممكن التسويق لكل المحافظات. في شركه شحن بتودي لحضرتك الحاجه مثلا اسكندريه اسيوط الكلام ده كده ولا؟ لا هو شركه الشحن ان شاء الله هنتفق عليها إن شاء الله. قريب. بس يعني انا برضو عارضه في الاونلاين يعني اللي هي المواقع التواصل. المواقع اللي هي البيع. فانا عارضه فيها يعني عارضه في كذا موقع. تمام. فحاليا لما حد بيطلب مني حاجه اقول له طب ممكن تطلب من من هنا او هنا. هيوصل لك حاجتنا. نقلل بس فكره الشحن وان شاء الله باذن الله هتبقى في شركه شحن تبع علينا ان شاء الله باذن يكبر الله. ويكبر ويكبر. تسلمي ربنا. عايزين بس نصيحه كده لاي حد حابب ان هو يشتغل في الشغل الهاند ميد يعمل ايه؟ بصي انا يعني انا حابه ان كل ست لازم تشوف هي حابه ايه وتعمله. يعني مثلا مدام سوسو اللي اتصلت دي هي ما كانتش فاكره ان هي كانت ممكن تنتج حاجات. هي كانت ما عندهاش خلق وبتزهق بسرعه والكلام ده كله. اول ما اشتركت معانا حست بالعكس حست براحه نفسيه رهيبه وبقت جميل. يعني لازم تقعد معايا على الترابيزه لازم طبعًا. تنتج حاجه. طبعًا. يعني بجد كانت مبسوطه جدا ودي فرحتي بيهم بقى. وفكره اصلا تدريب الاكسسوارات انا كنت حباها ان انا اكبر ورشه تيما. يعني انا اللي هيشتغلوا معايا في الورشه دي وتدريب الاكسسوارات انا كنت حابه ان الانتاج بتاعهم كمان اسوقه لهم. يعني ان احنا كلنا نبقى تيم ورك واحد بقى نسوق بقى اسوق لكم كل شغلكم كل حاجه. ففعلا قلت لهم انتوا بقيتوا الحمد لله مستواكم كويس دلوقتي طب ممكن بقى تعالوا ننتج نروح معرض. فعلا كان عندهم حماس رهيب. طبعا عايزين بقى يشوفوا مجهودهم. رحت بقى بيه معرض واتنين وصراحه الناس شكروا في الشغل جدا بتاعهم. جدا جدا. فده فرحني جدا. هم حسوا بثقه بالنفس وقدره ان الموضوع ده ممكن يبقى شغل فعلا مش هوايه بس مش تفريغ طاقه بس. لا طبعا بيبقى شغل ومصدر رزق الناس كتيره. بالظبط. فدي كانت نيتي ان اللي هيجي يشتغل معايا ده الانتاج بتاعنا بعد كده هسوق لنفسي وهسوق له وهيبقى بكبر الورشه ان احنا نبقى العدد اكتر. نكبر كلنا مع بعض ايه المشكله؟ فما فيش مشكله. واللي حابه برضو ان هي تتعلم وتروح تعمل صفحه لنفسها وتشتغل لوحدها وتبقى ليها خط انتاجها وتسويقها لوحده برضو ما انا ما عنديش مشكله. واللي حابه برضو تيجي هتتعلم عشان بس تفريغ شحنه اكيد يعني تهدى شويه وتتعامل مع حاجات جديده بالنسبه لها برضو ما عنديش مشكله. طيب اللي حابب يجي لحضرتك بقى في المقر بتاع حضرتك برضو تقولي لي ساده المشاهدين هو مكتوب على الشاشه بس برضو لازم تقولي. ان شاء الله خان المكان خان قميس لتعليم الفنون في حدائق حلوان بجوار مستشفى مرجرجس. هو ده ان شاء الله المركز الرئيسي بتاعنا اللي احنا بندرب فيه الاكسسوارات. تمام. طبعا فقرتنا عدت وبسرعه جدا. اشكرك استاذه مديحه واتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق وان شاء الله تكوني في قنوات اكبر واكبر. اشكرك يا استاذه مديحه. شكرا لك. اشكركم مشاهدينا الكرام وتابعونا. فاصل ونواصل.